جيت النهارده عشان قصه انسانيه جديده الحاجه كامله ام مكلومه اترمت في الشارع قعدت سنوات في الشارع لغايه ما اولاد الحلال جابوها هنا في الدار دار معانا لانقاذ انسان خدوها وعالجوها مشكلتها الوحيده انها نفسها تشوف ولادها قبل ما تموت بالصوت والصوره في واحد من الناس تعالوا نسمع حكايه الحاجه كامله الدنيا فيها مفارقات وصدف ومفاجآت بترسم أقدارنا وتصنع ظروفنا. القصة اللي معايا النهارده مؤثرة جدا جدا، أم محتاجة من أولادها مش بس إن هم يهتموا بيها، لأ، إن هم يحطوها في نين عينيهم. محتاجة تحس بالتكريم، بالامتنان، بالاحترام. محتاجة تحس بالحنان. لكن للأسف الشديد الموضوع غير كده خالص. ونسمع منها الحكايه. الحاجه كامله من اسكندريه، ازيك يا حاجه كامله؟ لازم الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا عايزك تحكي لي كل حاجه. تحت امرك. قولي لي حكايتك ايه؟ حكايتي انا كده تعذبت خالص. جربت في كل حته. يعني قعدت في الشارع ثلاث اسابيع. يعني ما شفتش عيني خالص. انت عندك اولاد مين ومين؟ عندك أحلام اثنين. احلام وسعيد. احلام وسعيد. انت من اسكندريه يا حاجه كده؟ اه صح. مظبوط. ايه اللي وصلك للشارع؟ اللي وصلني. وايه اللي خلى اولادك ما يسالوش عنك؟ اهلي قالوا لي مش اطلع بره، مش عاوزينك. مش عاوزين. ليه؟ اهو قالوا لي ما تعملي مشاكل. طب لما طردوكي من البيت طردوا كمان ولادك ولا طردوك انت بس؟ لا طردوني انا بس. انت بس؟ اه. من كم سنة؟ تقريبا من 3 سنين. يعني من ساعة ما طردوكي في الشارع هل ولادك سألوا عليكي؟ لا. قالوا لي من سرطان قلت لهم أمته ماتت. قالت لهم أمكم ماتت؟ اه. يعني سعيد وأحلام فاكرينك إنك أنت متي؟ اه. ما عرفوش انك انت عايشه؟ لا. انت كنت عايشه في بيت ابوكي، انا فهمت من هنا من الظاهر انك انت كنت عايشه في بيت ابوكي وان مرات ابوكي هي اللي طردتك. اه. ليه طردتك ليه مرات ابوكي؟ قالت لي حملت لله حسب الله ونعم الوكيل فيكي. انت عملتي حاجه؟ لا والله. طب جوزك فين؟ جوزي توفى. طب وقبل كده ما كانش بيسال عليكي؟ لا لا لا. طردني وقال لي لا منك حسب الله ونعم الوكيل. جوزك كمان؟ اه. ليه انت عملتي ايه؟ اهو. انا اللي عارفه انك انت كنت ام طيبه قوي. الله يخليك. كنت ست اميره. الله يسلمك. انت عندي 65 سنه. ومن ساعه ما سبتي البيت في اسكندريه قعدتي في الشارع قد ايه؟ اسبوعين كده تقريبا. اسبوعين كده. الناس تفشوكي؟ لا انت ليك امان. مين قال مفيش امان؟ انت ليك امان. عملت ايه وانت قاعده في الشارع؟ كنت بتنامي فين وبتاكلي منين؟ لا لسه اولاد حلال ياما ادوني فلوس يعني خدوهم مني. سرقوهم مني قالوا لي محملك حسب الله ونعم الوكيل. استاذ محمود يا ريت تشرفنا. أنا أولاً يعني طبعاً بشكرك على كل الخير اللي بتعملوه مع الناس اللي موجودين في الشارع مشردين. حكاية الحاجة كاملة إيه؟ حاجة كاملة بقى لها معانا سنتين داخل الدار وأهلها هم تخلوا عنها وسابوها في الشارع وكان وضعها صعب جداً جداً في الشارع. خدناها طبعاً. لقيتوها فين؟ اسكندرية. اسكندرية. آه فريق الإنقاذ، إحنا عندنا فرق إنقاذ في جميع محافظات مصر. فريق اسكندرية نقلها لينا القاهرة. وكان وضعها صعب جدا، تلقت العلاج والحمد لله هي دلوقتي بقت احسن، بس نفسيتها طبعا تعبانه جدا، ما فيش على لسانها غير نفسي اشوف ولادي. فالحسنه الوحيده اللي احنا نعملها لها ان هي تشوف ولادها. احنا رحنا العنوان اللي هي اديتهولنا وعملنا بحث هناك وللاسف ما توصلناش لحاجه. فلو اي حد من المشاهدين بيشوفنا
يتعرف عليها، يعرف ولادها فين او اي حد يوصلنا ليهم، يبقى شيء يعني جميل جدا. انت اسمك ايه بالظبط؟ اسمي تامر احمد سيد محمد علي. من اسكندرية؟ من اسكندرية. كنت ساكنة بيت فين البيت؟ في شارع حدا لهود، شارع النصر. نمرة كام؟ مش عارف. شارع النصر؟ شارع النصر. ده ستة جديدة. السكة الجديدة شارع النصر. هي بتقول ان اولادها عندها ولد وبنت، عندهم كم سنة؟ لا ما اعرف. كبار يعني؟ اه. بتقول ان اولادها فاكرين انها ماتت، تفتكر ده حقيقة؟ ممكن. مرات ابوها قالت لهم ان امكم ماتت، هل المعلومه دي صحيحه؟ احنا بنشوف هنا قصص يعني تنفع تعمل كتب وينفع تعمل افلام فعلا. هي ماما كامله من الناس الجميله. جزء كبير، جزء ربنا يخليك يا حبيبتي، جزء كبير من كلامها بيكون صح، وهي فعلا يعني التاثير اللي هي فيه والالم النفسي اللي هي فيه فعلا بيدل ان كلامها فعلا حقيقي. طيب يعني انا ارجو ان الكاميرا تخش على وشها، الحاجة كاملة وشها قوي. أي حد بيشوفني دلوقتي، أي حد سمعني دلوقتي في واحد من الناس، الحاجة كاملة يا جماعة دي من الإسكندرية، كانت عايشة في إسكندرية، أهلها طردوها من البيت، كانت عندها ولد وبنت، أحلام وسعيد. أحلام وسعيد لو سمعني دلوقتي، أمكم ما ماتتش، أمكم عايشة على قيد الحياة، وهي موجودة هنا في دار معانا لإنقاذ إنسان في شارع مصدق في الدقي. وأنا بتصور إن أكيد أنتوا هتفرحوا لما تعرفوا إن أمكم موجودة على قيد الحياة. مفيش أعظم عند الإنسان من أمه، مفيش أغلى عند الإنسان من أمه. فإذا أنتوا شايفينها النهاردة وعارفين مكانها، أرجوكم تواصلوا مع البرنامج، أرجوكم بعتونا وإحنا هنتواصل معاكم عشان تيجوا تشوفوا أمكم، عشان في أيامها الأخيرة وهي ست مسنة قاربت على 70 سنة، حرام إنها تعيش لوحدها بعيدة عنكم. ولو عايزين تعرفوا، أمكم كانت قاعدة في الشارع بلا مأوى وبلا طعام وبلا شراب لغاية ما هذه الجمعية المحترمة جابوها من اسكندرية وموجودة هنا في القاهرة. أتمنى إن الناس تسمعنا. عايزة تقولي إيه لسعيد والأحلام؟ عايزة أشوفهم، بس أي طريقة أشوفهم، أي طريقة أشوفهم قبل ما نوسع يعني الطريقة والنبي اللي خليت على الصلاة يا رب يديلك الصحة والعافية. عايزة أشوفهم أي طريقة. عايزة تقول لهم إيه؟ لهم أنا كويسة والحمد لله ومبسوطة والحمد لله، وأنا مبسوطة للي شفتهم. طب واللي طردوكي من البيت عايز تقول لهم ايه؟ مش عاوزيني خلاص. مفيش اي حد سأل عليها خالص يا استاذ محمود ولا؟ خالص، هي بقى لها سنتين معانا ما حدش سأل عليها. عملنا مناشدات كتير جدا، نزلنا دورنا في العنوان اللي هي بتقوله، وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوصل لاي حد من ولادها. نزلنا بحث حالة اكتر من مرة في اسكندرية، وللأسف مفيش حد خالص سأل عليها. طيب يعني انا عملت النداء لسعيد واحلام، ويا رب يكونوا شايفيني. الله يخليك يا رب، لا استولت وديلك الصحه والعافيه، وديلك الصحه والعافيه. لسنا احنا فيها، واحنا فيها طيبه، وانت اخت طيبه. انت طيبه، انت ست اميره. الله يخليك. والله الله يخليك. بصي انا عايزه تبص للكاميرا دي وكلمي سعيد واحلام، قولي لهم اللي انت عايزاه. عايزة شفتهم يا عيالي، عشان أنا محلوم من نتو خالص. أي طريقة أشوفهم، بس أي طريقة، عشان أنا غلبان وماليش حد إلا ربنا سبحانه وتعالى. شكراً. أرجو أن إذا أولادها سعيد وأحلام موجودين، أرجوكم لا تترددوا، تواصلوا مع أمكم وكلموها. أرجوكم يمكن يكون اللقاء الأخير. بشكركم جدا. قدمت لكم حكايه الحاجه كامله. ارجو لو ولادها سعيد واحلام شايفيننا، ارجوكم، انا عايز اقول لكم ان حالتها خطيره. الحاجه كامله بتموت، كل امنيتها قبل ما تموت انها تشوف ولادها.
أصعب شيء في الدنيا إن الواحد يكون في الموقف ده. وإذا فعلاً أنتوا فاكرين إن أمكم ماتت فأمكم الحمد لله عايشة. وإذا أنتوا عارفين إن أمكم عايشة وسبتوها في الشارع فمنكم لله، لكن لسه في أمل ورحمة ربنا واسعة. لو جيتوا وزرتوها وطبطبتوا عليها، ألا قد بلغت؟ اللهم أشكر وبشكركم جدا. عايز أقول لكم إن من ضمن الأنشطة الواحد من الناس مهتم بيها جدا موضوع القوافل الأطبية. وهذه القوافل الأطبية والقوافل الغذائية إحنا بنعملها في جميع قرى مصر، ومستمرين إن شاء الله بالتعاون مع جمعيات الخير في هذه القوافل. النهاردة عملنا بالاتفاق مع جمعية بداية قدرنا ننزل قرية الصالحية في مركز أطفيح بالجيزة، عملنا قافلة مواد غذائية غطت كل أهالي القرية والحمد لله. نشوف التاريخ. احنا النهاردة بالتعاون مع برنامج واحد من الناس وجمعية بداية قدرنا نوصل لقرية الصلاحية في مركز أطفيح بالجيزة، عملنا قافلة غذائية قدرنا نغطي بها أغلب القرية، وإن شاء الله الجاي أكتر ونقدر نوسع أكتر من كده في القرى بإذن قرى مصر. النجمة اللي معايا النهاردة نجمة، بس نجمة ايه؟ نجمة من طراز خاص جدا الكل اجمع على حبها وعلى احترام موهبتها وقدرتها كممثلة من العيار التقيل. اما المفاجأة في هذه النجمة اللي قاعدة قدامي دلوقتي ومنوراني، اقول لكم حاجة بعد الفاصل نتعرف عليها. يلا